مشاهدي قناة أشطر 24، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد. للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، نظمت المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة قطاع الشباب والرياضة بعمارة صخيرة التمارة ابتداء من يوم السبت 26 إلى غاية 28 من شهر شتنبر الجاري قافلات تحسيسية توعوية بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الجائحة تحت شعار حياتكم غالية علينا. وقد شارك في القافلة وعلى امتداد 3 أيام أطر المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة قطاع الشباب والرياضة بمدينة تمارا، وكذلك فعاليات المجتمع المدني للإقليم. وهمت القافلة 10 محطات وجماعات ترابية تنتمي لعمالة صخيرات تمارا. مزيدا في الورقة الثانية. تنفيذا للتوجهات الملكية والبرامج المصدرة من قبل وزارة الثقافة والشباب والرياضة قطاع الشباب والرياضة، وفي إطار التحسيس بأهمية ارتداء القناع الواقي واستعمال المعقمات للحد من تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد 19، نظمت المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة قطاع الشباب والرياضة بعمالة صخيرة تمارا وبمشاركة بعض فعاليات المجتمع المدني قافلات حياتكم غالية علينا لفائدة المواطنين كبارا وصغارا أطفالا ويافعين بمختلف جماعات عمالة صخيرة تمارا. اليوم نتواجد الحمد لله في دار الشباب القصبة التامسنة، لأننا تحت ضغوط القافلة ديال التوعية والتحسيس اللي نظمتها المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة بعمالة صخيرة التمارا في يومها الثاني أو محطتها ديالها الثانية، لأنها ابتدأت البارحة الحمد لله انطلاقا من المديرية واللي كانت بشراكة مع العمالة مع السلطات المحلية مع المندوبية الصحة مع المجتمع المدني مع الإعلام والصحافة. قافلتنا هي قافلة توعية وتحسيس ضد جائحة كورونا، اللي انتم كتعرفوا كاملين ان الكل يحارب الان ضد هذا المرض الملعون ولا هذا الفيروس الملعون، اللي بالتوعية ديالنا والتحسيس ديالنا والتضامن ديالنا كمغاربة ككل ان شاء الله غادي نقضيو عليه تحت شعار حياتكم غالية علينا. اليوم الحمد لله كما كتعرفوا كاين المحطة الثانية اللي بديناها من مرسى الخير، نمر دابا الان حنا نتواجدوا بتبسنا وغادي نمشيو ان شاء الله باذن الله العين عوده، وغادي نمشيو ان شاء الله سيدي حيا زعير. سيدي اليوم كاين البارح كانت 5 ديال المحطات، اليوم 4 محطات، وغدا غيكون ان شاء الله اختتام ديال القافله ديال المندوبيه ديال الثقافه والشباب والرياضه اللي غادي تكون ان شاء الله في المنزه وفي ام عزه، وهكذا ان شاء الله باذن الله غيكون عندها صدى طيب لدى الساكنه، لان فعلا شركاؤنا كمجتمع مدني يشتغلون على هذه التوعيه والتحسيس طيله السنه، ولكن هذه المحطه هي استثنائيه اللي حاولنا اننا نمسوا فيها داك الشق ديال الطفوله. جينا بواحد تاتيت ديال الاطفال بانهم نوصل لهم الميساج عن طريق الترفيه، عن طريق توزيع الهدايا، عن طريق ديال انهم نوعيوهم بطريقه اللي هما كتلق بهم. وشكرا. شكرا استاذ.
عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.